مشاهدي يشوف تيفي تبارك الله عليكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة جدة. كيتواجد معنا واحد الشاب اللي عنده 18 سنة، الاسم ديالك؟ أكرم السوري. أكرم، سي أكرم اللي خرج واحد النظرية جديدة في الفيزياء اللي غادي يتكلمنا عليها ويشرح لنا كيفاش. يعني صراحة أنت أنا فاجئني يعني كي عرفت هذه القضية هذه. الحمد لله عندنا يعني شباب اللي كيبحثوا وعلماء بهذا المعنى هذا. كذلك غادي نتكلموا حتى على النظريه ديال السفر في الزمن، تبارك الله عنده مجموعه ديال المعلومات، ونشوفوا داك الشيء واش واقع ولا خذا تحقق ولا مجموعه ديال الامور. سي اكرم، بغيناك تحدث لنا بعدا اول حاجه على المستوى الدراسي ديالك والتخصص اللي كدير. المستوى الدراسي ديالي بكالوريا 2020 خديتها سيونس فيزيك، السنه الاولى جامعي. حاليا يعني قريب نكمل الاس اي في الجامعه، صافي هذا التخصص ديالي في الدراسه. فهمت. ممكن بغيناك تكلمنا على هذه النظريه، كيفاش النظريه الجديده؟ يعني مازال حتى شي واحد ما اكتشفها ولا شنو؟ هي في الحقيقه يعني حتى واحد مازال ما هضر عليها، يعني حتى الى مثلا شي عالم ولا كان اشار لشي حاجه يعني كيربط بها الهضره اللي قلت انا في النظريه ديالي، ولا كيعطي اشاره اللي هي قليله، يعني ماشي واحد الاشاره اللي بزاف وما كيوضحش يعني بالبرهان. ما كيوضحش بالبرهان مثلا، ولا ما كيعطيش الزمن مثلا كنعرفوا حنايا يعني غير كنفهموه، يعني ما كنتوسعوش فيه. هذا هو يعني اللي كيديروا هما، كيعتبروا غير كزمن كيتمشى على كاع الكون بنفس الوتيره بنفس الطريقه. فهمت. ممكن تشرح لنا النظريه ديالك انت يعني من اجيس كازاد باش الناس تفهم؟ دابا هي في الفيزياء الحديثه كاين واحد الفيزياء الكم اللي هي معروفه بميكانيكا الكم، فيها واحد النظريه اللي هي نظريه الحقل الكمي، كتقول بان الكون ديالنا عامر بالحقول طاقيه صغيره. هذيك الحقول هي اللي كتعطي اي حاجه القوة ديالها ولا الكتلة ديالها. مثلا حقل، كاين واحد الحقل خاص اللي اكتشفوا اللي هو بيتر هيكس، حقل ديال الكتلة كيعطي لأي جسم في الفضاء الكتلة ديالها. كاين واحد الحقل مثلا اللي هو دابا عنده واحد الجسيم افتراضي اللي هو الحقل الجاذبية، اللي هو مسؤول على الجاذبية اللي كنعرفوها حنا كتجذبنا وكتجبد كاع السم في الكون. هذيك الجاذبية عندها واحد الجسيم مسؤول عليها اللي هو الجرافيتون. في الاطار ديال هذه النظريه، هذه نتاع نظريه الحقول الكميه، جاتني الفكره ان جاتني تساؤلات على ان الزمن او الوقت علاش ما يكونش حتى هو عنده جسيم خاص، يعني عنده كيسبح في واحد الحقل كمي خاص به. اول ما نعرفوا شنو هو التعريف ديال الحقل الكمي، الحقل الكمي يعني تقول مثلا انه كينتشر على الفضاء كامل، كينتشر على الفضاء مثلا الماده ديالو كتنتشر على الفضاء كامل، كتكون كاع الفضاء، كتكون الاشياء الاساسيه في الكون. كيفاش ان الزمن جوسين وماشي عباره يعني غير عن زمن كنعتبره كمفهوم؟ القضيه ديال هذا القضيه هذه يعني انها الزمن جوسين يقدر انه يكون يتفاعل مع اي نوع من الذرات، اي نوع من الطاقه في الكون ديالنا بواحد الشكل من الاشكال. هذاك التفاعل هو اللي كنعتبره حنايا مثلا مرور الزمن، مرت عليك ثانيه، مرت عليك دقيقه، مرت عليك يوم. يعني كنت تشوف مثلا التحليل ديالي ما هو الا التفاعلات تاع جسيمات الزمن مع الجسيمات تاع الماده اللي كتكون الماده اون جينيرال، من كواركات من اوتار الى اخره. يعني هذا هو الراي ديالي انا بخصوص جسيم الزمن. فهمت. ولكن النظريه انت مثلا تشاورت مع شي اساتذه ديالك ولا شي حاجه هي في الحقيقه تشاورت مع واحد الاستاذ ديالنا عندنا في الرفاق هي هذيك، ولكن يعني قال لي كمل في هذا الشيء. اما اساتذه اخرين ما تصورتش بزاف، يعني كاين اللي كيرد عليك مثلا، كاين اللي كيرد يعني على حسب، يعني كاين اللي ما تجير بحال راه كتخربق، كاين اللي بحال كتخربق اكيد. مثلا كيقول لك راه هذا الشيء كيفاش ان الزمن كيعتبر كجسيم، وان حنا اللي خلقنا الله سبحانه وتعالى كنعتبره كمفهوم، يعني كيبقى يسول كيقول هذا الشيء ماشي منطقي. ولكن كاين حوايج اخرى كتبين ان هذه الهضره اللي كنقول انها قريبه للواقع، واللي تقدر انها بحال مثلا البرهان اللي مثلا دابا انت تجلس مع شي عالم ولا شي يعني شي عالم ديال الفيزياء ولا هذيك، شنو هو كي غادي دير تبرهن له انه يعني النظريه ديالك بلي انها صحيحه وبلي ان الزمن يعني اعتبرته انت كجسيم؟ كجسيم كاين بزاف ديال النظريات اللي كتدعم هذا الشيء. مثلا بالنسبه لاينشتاين كان جا قبل، يعني فاش جا في النسبه ديالي صرح انها الزمن والمكان هما عباره عن نسيج، يعني هما شيء واحد تعتبرهم حاجه واحده. وعاود كاينه واحد الحاجه اخرى اللي هي عباره عن الديناميكيه ديال الثقوب السوداء، اللي كتكون مثلا
فاش كيختارك الجسم او لا اي نجم ولا كيختارك مثلا ثقب الاسود كيوصل لواحد المرحله اللي سميتها المتفرده سينغولاريتي. هذيك السينغولاريتي كيسمح فيها مثلا كيتعكس فيها المفاهيم، الزمن كيولي مكان والمكان كيولي زمن حسب النموذج تاع شفاط شيل. كاين بزاف ديال الامور اللي كتدعم هذا الشيء، مثلا التطور ديال الماده، علاش مثلا بالضبط ان حطيت مثلا شي جسم ولا وتفاعل حصلت عليه تفاعلات جرات عليه تفاعلات ولا علاش ما تكونش مثلا حتى الزمن عنده واحد العلاقه بداك الشيء؟ حيتاش الزمن كنعرفوا انه مرتبط بشكل كبير بكاع الحوايج اللي عندنا في الفيزياء، يعني انه من المحتمل تقد تكون 70% 80% انها نيشان الزمن عنده جسيم خاص. فهمت هذه بالنسبه لي يعني كبرهان النظريه ديالك. بغيتك تكلم لي على السفر في الزمن اما للماضي او للمستقبل، واش هو حقيقه؟ واش كاين فريمون يعني تجارب ناس اللي سافرت في الزمن ولا غير اسطوره هذاك الشيء غير يعني غير كذوب؟ السفر بالزمن هو تقول ممكن ولكن غير المستقبل تقدر تسافر، ولكن بواحد الفارق اللي هو قليل بزاف. مثلا غادي تسافر لواحد اجزاء من النانو ديال السكوند، يعني ما غاديش تسافر واحد المده اللي هي كبيره. السفر عبر الزمن اللي مذكور في النسبيه ايضا مذكور انها الى وصلت السرعه ديالك كل ما زادت السرعه ديالك كل ما الزمن بالنسبه لك كيتباطئ لحد ما كتوصل سرعه الضوء اللي هي المعيار الاساسي لقياس مثلا السرعه. كتوصل سرعه الضوء الزمن بالنسبه لك كيولي كيمر بالصفر صافي، كتبقى تفوت يعني كتقدر تسمي راسك خالد في ديك اللحظه، كلشي حاجه فيك اي حاجه فيك كتولي ثابته ما كتحركش في الزمن، كتحرك في المكان ولكن في الزمن كتبقى فيكس. في السفر هذه السفر على المستقبل يعني خاصك تكون بسرعه قريبه للضوء. الا بغيت تسافر للماضي تقريبا شبه مستحيل. علاش؟ حيتاش السفر عبر الماضي خاصك تفوت سرعه الضوء وهذا الشيء محرم في النسبيه. الا فت سرعه الضوء خاصك يعني الزمن يبقى يفوت عليك بالسالب. فات عليك الزمن بالسالب غادي تطيح في واحد المفارقه، راك سافرت مثلا عبر الزمن وليت للماضي كتكون محكوم بواحد المفارقات. اولا المفارقه ديال الجد الاكبر اللي معروفه، مثلا رجعت انت للماضي كاع جدك الكبير مثلا وقتلته مثلا ما بعيد الشر عليك قتلته وكترجع يعني باك ما غاديش يكون كاين، انت ما غاديش يكون كاين. هنا كتكون نفيت مبدا السببيه، كيفاش انك رجعت للزمن اللور وقتلت واحد كان السبب انك انت تكون موجود، يعني كيفاش انت رجعت للزمن وانت اصلا ما راكش كاين. ولكن البديل اللي عندنا في النظريه ديالي اللي هي ان الخطوط الزمنيه عوض عند مثلا زمن مستقل ولا تكون خطوط زمنيه موازيه. تقدر انها الخطوط الزمنيه الموازيه تدعم الفكره نتاع الاكوان الموازيه، وتقدر تكون انها بالعكس كتضحضها. في الاطار ديال هذه الخطوط الزمنيه كاين بزاف ديال المفاهيم اللي انا طرحت لهم في النظريه ديالي، مثلا الارتداد الزمني او لا الارتباط ما بين الاحداث نتاع شي زمن في نقطه او خط او حلقه من الاحداث. مثلا الارتداد الزمني اللي هو معروف مثلا الى سافرت مثلا سافرت بسرعه كبيره هذاك الخط الزمني كيخليك ترتد بحال الشبكه، مثلا الا رميت شي كره فيها مثلا عريضه على الوسع ديال الشبكه ولا كتعطيك الارتداد. هذا الشيء مثلا ديال توازي الخطوط الزمنيه قد يقودنا لواحد سيستم جديد في الكون، واحد النظام جديد، واحد النموذج اللي هو في شكل يعني اللي قد يجي بزاف ديال الناس تجيهم في شكل، هو ان الله سبحانه وتعالى قد يكون خلق الكون عبارة عن ازدواجية أكوان. مثلا يكون كون عادي فيه يشمل المادة ويشمل الطاقة ويشمل كل الحوايج اللي احنا اللي كنشوفوها في الكون المنظور، وكون بحال الظل بحال الظل ديال البنات. كون الظل هذا الكون ديال الظل قد يكون هو اللي فيه الجسيمات تاع الزمن، هو اللي كيمد الكون الأصلي بالجسيمات الزمنية ولا بشي طريقة معينة. تقدر هذاك الظل مثلا في الاكتشاف بيناتهم عاوتاني تكون حتى الجاذبيه اللي كيعتبروا غالبا جسيم مهمين ولا جسيم الجرافيتون قد حتى هي تكون محموله في كون ظل كون موازي. هذا الشيء اللي غادي يخلينا نرسموا نموذج جديد للكون اللي هو نموذج ازدواجيه الاكوان. فهمت. واش انت دابا في اخر المطاف شنو كطلب؟ يعني واش تناقش هذه النظريه ديالك مثلا مع شي علماء ولا في شي جامعه ولا المهم واه كنطالب هادشي يتناقش هاد النظريه، حيت الا كانت هاد النظريه صحيحه ويعني كلشي فيها يعني على صواب راه غادي تبدل الفيزياء كامله، يعني غادي تقودنا للفيزياء الجديده اللي هي الفيزياء الزمنيه كما سميتها انايا هذه الايامات، انها تقودنا للفيزياء الزمنيه.
حيتاش ما غاديش تهتم غير بالزمن بوحده، حيت الزمن راه كيحكم كاع الظواهر الفيزيائيه في الكون، من تفاعلات الذره الى تفاعلات الكواكب الانفجارات الى اخره. وتقدر ان جسيم الزمن اقترحت انا عندي في نماذج عندي، اقترحت انه يكون هذاك جسيم الزمن يقدر يكون هو البنيه الاساسيه مثلا تاع الماده المظلمه اللي كنهجه له الماهيه ديالها وشنو هي ومنين جايه. ودرت ان مثلا تقدر تكون هذيك الماده المظلمه هي عباره عن ذرات خامده مثلا، او لا وقع لها مثلا بحال الثقوب السوداء، ولات ذرات خامده ولات فيها ثقوب ذريه مثلا، انا هكا سميتها ثقوب ذريه. وتقدر انا مثلا جسيم الزمن يكون مسؤول عليها ومسؤول يكون يعني يتفاعل معها. وكنطالب يعني ان المسؤولين انهم يشوفوا هذا الشيء، تناقش هذه النظريه. يعني قلت لك اذا كانت صحيحه تبدل الفيزياء جذريا. ونتمنى ان المغاربه يبقاو يهتموا بهذا المجال العلمي اكثر، حيتاش المغاربه يعني عندهم واحد الابداع باي ما كيلقاوش، يعني ما كيلقاوش مثلا اللي كيدعمهم بزاف وصافي. المغاربه مبدعين. شكرا اخي تبارك الله عليك. اذا خوتي كنتوا في هذا البث المباشر، كنا مع سي اكرام، عطانا النظريه ديالو اللي اكتشفها جديده. نتمنى انه يعني الناس تاع الجامعه تاع محمد الاول هنا الاساتذه وداك الشيء يحاولوا يناقشوا مع هذا الشيء، يعني هذا الشيء مهم. وكما قال هو خص الشباب كذلك يتطرق للعلوم ويبحث مزيان باش ان شاء الله نكونوا مزيانين. اذا تبارك الله عليكم خوتي خواتاتي وتحياتي.